شانتال أزدي، صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ كثير منيحة. ماشي الحال. اليوم أنا ما بعرف شو الموضوع، أنا عندي على الموضة مع شانتال. اليوم رح نحكي آخر مرة بنحكي فيها عن الأشياء اللي دارجة بموسم الصيف، رح نحكي عن أشياء غريبة دارجة بموسم الصيف. قبل ما نبلش ننقل على كان فيلم فاستيبل نهار الأحد، في عنا إيفنتس كثيرة، في أشياء حلوة نحكي عليها بالصيفية. هلأ لأنه هيدي آخر شغلة نزلت بالمجلات وبيفوغ أرابيا رح نحكي عنها اليوم قبل ما نبلش هيك بمواضيع مختلفة شوي بالموضة. أوكي، سو مثل العادة محضرتي لنا صور، صح، نشوفهم سوا ومنعلق عليهم تباعا. أول شغلة رح نحكي عنها اليوم، صرنا فترة أنا وياك بالفقرات منقول أنه بموسم الصيف دارج البوتس ودارج الأشياء الشتوية. نحن مش كلمة بتنقال، يعني عم نقولها على الفان ويز، كتير عم نشوف البوتس الشتوي حتى البايكر ستايل بموسم الصيف، بس أكيد بطريقه معينه زينا، يعني مش انه نجي نشوف عالم لابسين البوتس مع الجينز كلهم صوف يعني. لا. هو درج بطريقه معينه اللي هي انه ينلبس للدريس ويكون البوتس تحته والدريس يغطي البوتس مثل ما عم تشوفوا بالصوره هون، يعني هذا هو الستايل الدارج بموسم الصيف. وباكثريه الاوقات درج باللون الابيض او بالالوان القويه. مثلا هذا البوتس الجلد اللي عم تشوفه بالصوره هذا نازل بكولكشن الصيفيه، فهيدي السنة الأشخاص اللي عندها بوتس بتلايم هيدا ستايل اللي هو الني هاي بوتس اللي بيوصل للركبة بغطي، بس هو كبوتس ما بتحسي بوتس صيفي يعني، لا جلد جلد وكل شيء، بس مهم يكون انه للركبه عالي للركبه وتلبس الدريس فوقه له طريقه معينه، او الكاوبوي بوتس اللي في كثير اشخاص بحبون مع الشورتس. أوكي. بس اكيد مش نلبس جينز ونحط بوتس فوقه ونظهر مع كروب، هيدا لا، يعني مش هيدا الشيء اللي دارج، يعني دارج الترند بطريقه معينه. ايه يعني نكسره مع الفستان الهدل الناعم، مش انه نكون لابسين الاوتفيت الشتوي وبس بلا بلا جاكيت. اوكي صح. ننقل على الصورة الثانية لنحكي فيها عن ترند صيفي كمان هيك شوي مختلف وغريب عن العادة، درج البيتش وير فوق التياب زين. يعني تحطوا بدل مايو تلبسوا المايو على البحر، المايو درج فوق التي شيرت ينلبس كأنه ستايل كروب توب مثل ما عم بتشوفوا انتو بأول صورة. وبالنسبة للبيتش انا ما حبيت هيدي الموضة ولا مرة، شيء فوق شيء ابدا فوق التيشيرت. إيه لا، في مثلا ممكن كورسيه فوق التيشيرت اذا التيشيرت شوي هيك واسعه ونحط كورسيه فوقه او بلت كورسيه مهضوم، بس ولا مره حبيت الستيل. مثلا في فتره درجوا التيشيرت اللي عليهم نقشه البراي اللي ممكن تلبسيها او المايو او الكروب توب فوق التيشيرت درجت كثير سنه الماضي صيفيه الماضي. ايه ما بحبها. ايه انا معك فيها هيدي. السنة درجة بدل ما يكون الكروب توب فوق التي شيرت المايو فوق التي شيرت. شغلة تانية بس هيدا حلوة، بالبيتش وير درج الفينتج ستايل اللي كان بالتسعينات، يعني هو المايو الابيض والاسود اللي كلكم كنتوا تشوفوا اماتكم لابسين منهم بالتسعينات وبالثمانينات والهاي ويستد البانتيز، يعني المايو مظبوط اللي عم بتشوفوه بالصورة الثانية، ستيل المايو الاسود والابيض حتى انه يكون عكس بعضه مش ضروري، يعني في الحدود يكون اسود او الحدود يكون ابيض، هيدا الستايل كثير دارج. وبتالت صوره اللي عم تشوفوه هي السمبل تانك توب اللي مملاي الرانويز. بكل بساطه التانك توب اللي بتشبه يعني تانك توب العاديه البيضاء البلكم اللي بتشوفوها بكل المحلات اللي هي البيسك، هي من اكثر القطع اللي دارجه هالصيفية، اللي هو شيء كتير غريب، يعني البراندز بس عم بتنزل هالتوب وتحط اللوجو من قدام، وصارت انه هيدا اللوجو تانك من نمبر 1 ترندز لموسم الصيف، وما في اهون منها انك يعني يكون عندك تانك وتلبسي جينز ستايلش مع بامبس حلوين. اوقات كثير بتكون احلى ستيل، يعني نحن دائما بننبش على ستايل معين كرمال هيك نكون اوريجينال، بالوقت اللي فيها تكون هيدا التانك توب مع جينز او مع شورت مهضوم ومثلا بوتس حلو تعطي لوك هيك سبيشل. هو التركيز السنه زينا اكثر على طريقه الاكسسوارايزنج والميك اب والشعر، يعني كثير عم نشوف ترندز جداد بالطريقه اللي بتعملي فيها شعراتك، بالبريدز، الميك اب الدبل الايلاينر، الايلاينر الابيض الملون، الهايلايترز النيون، وتكونوا لابسين تانك توب وكعب حلو وجينز، يعني يكون الشغل اكثر على كيف انتم بتنسقوا الاوتفيت تبعكم، اللي هو شيء كثير حلو، يعني بخلي الاشخاص اللي يكون فيها يعني نوعا ما، لانه كلنا بنكون عندنا كثير اكسسوارز، واليوم يعني خاصه بلبنان عن جد انه صرت بتحسي صعب تفوتي على محل وتعملي شوبينج او تشتري غراض قبل، يعني اليوم صرت بتستقصدي تجيبي الشيء اللي انت عايزتيه،
وهول اشياء سهله والاكسسوارز ما بتغيريهم مثل يعني بسرعه، واذا بدك تغيريهم ممكن يكون اسعارهم مقبوله نوعا ما انك تجيبي اكسسوارز حلوين. مزبوط، بتلبسيهم بطريقه مختلفه يعني خاصه الخواتم والنكلسز كل مره فيك تلبسيهم بطريقه غير عن المره اللي قبلها. رح ننقل على الصوره اللي بعدها لنكفي بترندز موسم الصيف. الشغله من الاشياء اللي دارجه كثير السنه، نحكي كثير اكيد عن التوت باج، بس الاكسترا لارج باج، الساك الكبير، يا يكون قماش يا يكون جلد. رجع درج هذا الساك الكبير اللي كان دارج من زمان، وكان زعلت بتعرفي انا كان عندي منهم وما يعني بتذكر انه من فتره هيك بعتهم. لانه صار دارج لانه فجاه درج الكروس باج وصار دارج الساكيت الصغيره، وصرنا بالمايكرو باج هلا اللي ما بيسع مفتاح السياره، ورجعنا طلعنا. ما هي الموضه بتجي سايكل، تعلمنا خلص انا تعلمنا. بدي اقول عن جد انه ما تكبوا شيء يعني كله بيبرم، وحتى اذا يعني بتاخد حوالي 5 سنين الموضه لخمس لعشر سنين بتبرم هي ذاتها وبترجع على القطع الفنتج. يعني بالنهايه شو اللي بده يتغير؟ يعني ماكسيموم انه ما رح فيهم يخترعوا بقى اشياء كثير جديده، بالنهايه بدهم يجددوا شوي بشيء كان موجود سابقا. بصير الستايل فيوتشرستك اكثر، بتتغير نقشات القماشات، ومع الوقت خاصه هلا لانه كل شيء عم بيصير فاست فاشن، كل شيء عم بيصير سريع وعم تفقر القماشات، عم نحب نرجع للفتره اللي كان كل شيء فيه قيمة وتقيل، يعني هو فترة الثمانينات والتسعينات. بعدها قطع أهالينا أرتب قطع، وبوقتها كنت تحكي بالقماش التلياني. صح، هلا فيك تلاقي قماش تلياني لو لقيتيه ما بدنا نتفرج عليه، بتتصوري حد ما بدنا نضحك على بعضنا. هلا كل شيء معمول يعني قماش صيني سريع فاست فاشن، ما له قيمة اللي كانت موجودة قبل. صح، وحتى السرعة اليوم باللبس شانتال، يعني نحن حتى صرنا أسرع. قبل كنت تجيب الجاكيت تقولي هيدي الجاكيت مثلا جبتها هلا على سنتين، هلا صرت بتفكري انه كل فتره عبالك تغيري او عبالك تجددي بالبليزرز تبعك او بالتوبيت بطريقه سريعه. هو الكونسبت تبع الفاست فاشن براندز واكثر محل نحن بنشتري منه عالميا، الكونسبت تبعه هو انه تنلبس القطعه 7 مرات، وهذا الشيء مقرر من الشركه كرمال انه بتبلش تلاحظي بعد 7 مرات انه بلشت تتخزق بمحلات بتقولي عم بعد مشاريتها للجاكيت او للتوب، بس هو هيدا ماركتينج تول لضلك تفوتي على المحل وتشتري، بينما بتشوف القطع اللي كانت موجوده عند اهالينا وجاكيتاتهم نحن بنعدل عليهم شوي. صح، بعدهم لهلا فينا نلبسهم بكل سهوله. البطانه ما بتتغير لونها، القطع بعدها مثل ما هي. صح، رح ننقل على الصوره اللي بعدها لنكفي نشوف هيك ترندز ل 2022. اللون الابيض دارج بشكل مش طبيعي كفول مونوكروم لوك، وهيدا الستايل بيلبق لاغلبيه الاشخاص. حلو لانه هو كوربريت لوك بتروحي فيه على الشغل، حلو لانه بتسهري فيه بالليل، بتروحي على العشاء. كتير جاكيت، اصلا الجاكيت فيك تبلشي فيها انت ومرتاحه. انا بعرض لك افكار لتنقي. الجاكيت اللي بتتبكى الجنابه كتير دارجة كمان هيدا السنة، وهيدا السليك لوك زينة اللي الفول لوك الأبيض، حتى الشوز يكون أبيض بيعطي رقي أصلا كتير. الأبيض هو بتحسي بيعطي راحة نفسية، يعني إذا تشوفي شخص لابس أبيض تحسي هيك انه هيدا الشخص مرتاح، هو بتحسي حتى انه بكون مرتاح وقت يكون لابس ابيض. وبتلاحظي قديش بتلاقيه فانكي وصيفي وغريب على الرجال، قديش بتلاقيه كلاسي ومرتب على المره، يعني بيعطي ستايل مختلف بين المره والرجال، وعلى طول يعني المره اللي بتحب تبين هيك رسميه وكلاسي بذات الوقت وناعمه بذات الوقت، لانه الابيض عنده هيك هيدي النعومه اللي بيعطيه. مثلا بليزر السوداء ممكن تاخذ السيده لمحل ثاني، عرفتي؟ الابيض لا هالقد في. رح نكفي بالصوره اللي بعدها اللي كمان فيها لوكس باللون الابيض اللي دارجين كثير هالسنه بموسم الصيف، بس هيك لناخذ فكره قديش على الرانوي كان في لوكس باللون الابيض، الاوف شولدر، الجاكيتات الاوفر سايز، الاوفرولات، يعني اللون الابيض دارج بطريقه كثير قويه هالسنه مع شوز يكون ابيض. يعني اوكي، يا ابيض يا كولورفل. لا يعني مزبوط، يعني يا انك تنقي بامب تعملي حركه، او تنقي المونوكروم لوك اللي انا كثير بحبه باللون الابيض. بحب انه يضل يريح العين، يعني بكل شيء حلو تغيري بلون الاكسسوارز، بالابيض حلو تتركي هيدا الراحه. صح، هلا يعني هو الا اذا انت على بالك تعملي شيء كثير ستايل يعني معين ساعتها بتحطي كولر، بس اذا كنت هيك باطار رسمه حلو انه يكون من نفس كله اللون ابيض. وحلو كثير الترانسبيرنت كمان اللي كنت امبارح عم بعث لك صور عنهم، عن جد حلوين هول الشوز لانه بتحسي كمان ما بيقطش المدى وبعدك هيك مزبوط. الترانسبيرنت هو من الهيلز اللي بيعطي مدى لل
الاجر والميتاليكس كمان تلبق كثير مع اللون الابيض. رح ننقل على الصوره اللي بعدها لنكفي نشوف الاشياء اللي دارجه كثير بالصيفية. بعرف في اشخاص معينين عندهم غرام باللون الاصفر. انا بتلتقي هيك بمرات بناس بقول لك انا الاصفر احلى لون عندي. يعني في اشخاص بتكره هاللون وفي اشخاص بتحب هاللون وفي ناس بتلبق له. هو في لون اصفر معين هيدا الاصفر، كل اللي بحبه اصفر بيقولوا هالجمله. ايه يعني مش كل الاصفر، لانه في اصفر الاصفر اللي كثير باهت انا ما بحبه. صح. والاصفر كمان كثير كثير قوي وعنده حتى نوع قماش معين حلو عليه. بس مزبوط. يعني هيدا الاصفر المتعارض هيدا هو الحلو. صح، هيدا شوي بيشبه بيسموه الاسيد يالو اللي كان ذا كولر اوف ذا يير السنه الماضيه، والاغبق منه هو الماسترد اللي عم نشوفه شوي هيك بتالت صوره. اللون الاصفر حلو كثير على هالقماشات الشير اللي عم نشوفها بالصوره والساتان. يعني بننتبه اي ساتان، لانه ساتان فيه يفقر القماش كثير، بس يكون ساتان ثقيل، ساتان حرير مرتب يعطي الصفار بالفستان ثقل كثير حلو، وبيلبق للاشخاص مثلا اللي مثلك عندهم شعر اسود بيعطيهم كونتراست حلو مثل اللون الاحمر. يعني لون دقيق ما بدك تقوي بالميك اب فيه كثير، وبذات الوقت بيلبق للاشخاص اللي عندها شعر غامق بيعطيهم هيك كونتراست وكاريزما حلو بالاوتفيت. الصوره اللي بعدها بنكفي نشوف ترندز الغريبه اللي دارجه بموسم الصيف، دارجه جاكيتات الجلد. بس بتعرفي انه انا هيدي الترند بحبها كثير من زمان وبعتمدها من زمان بالصيفيه، وكثير كانوا ناس يسالوني انه فينا نلبس جلد بالصيف؟ قال لهم انا ايه، انه شو خاص مع انه في الجلد يعني اللي ما بيكون من جوا، بتعرفي في الجلد اللي بيكون من جوا شوي مخمل او فيلور او هيك، لا هو الجلد العادي كثير حلو اللي بيعطي شوي افيل لاتكس اذا بدك، او بيبقى رقيق بس بالصيف. بس في شغله ننتبه لها، جاكيت حلو بالجاكيت، مش تلبسوا بنطلونات جلد بموسم الصيف، ما بتزبط بولا طريقه. بس بالجاكيتات بتضلك تعطي ستايل، خاصه اذا خلطتيه مع دنم، يعني الدنم والليذر مع بعضهم، او انك تلبسي جاكيت جلد فوق الجيلات دنم مثل ما عم نشوف هون مع شورتس وبامبس على طول يكسروا يكونوا صيفيات لتضلك تعدلي اللوك. ايه اكيد، مش يعني مش نلبس بوتس او نلبس يعني مش الدريس والبوتس مع جاكيت خلص رانا على الشتويه 100%. بس حتى حلو شانتال بالصيف انه تلقي الجاكيت، يعني انا هيدا انت معروفه فيها معروفة بكل الجاكيتات، كل العالم بتسالي بس كيف توقف، بس هي عن جد بتهدى. بس هي عن جد حلو هيدا الستايل انه تكوني لابسه شيء صيفي وتحطي عليك هيك جاكيت ما بتشوبي، وخاصه بلبنان انه كلنا بنعرف بس بتزبط عليك. انا ما بعرف كيف بتتحركي ومع زينب بتضل محلها، بتحسي في تركيبه عندها بتتثبت عليها تطلع شناجل تبقى ستي. انا مرات بفكرك لابسه جاكيت لانتبه انه انت حامله الساك وجاكيتك محطوطه ككاب من برا، هاي ما فينا نقولها للكل لانه ما بتزبط على الكل. الصوره اللي بعدها كمان لنكفي شوي بترندز الصيفيه اللي شوي هيك غريبه. هلا هيدا من الترندز اللي حكينا عنها كثير، بس قد ما دارجه عم تطلع لي وين ما كان، ورح نرجع هيك نقطع فيها بنظره سريعه. المايكرو سكيرتس، هاي ويستد، لو ويستد، ميد ويست، جلد، لاتكس، جينز، برنتد، الوان، كل انواع التنانير اللي كانوا دارجين بالتسعينات رجعوا درجوا هلا. طب ما هو كمان من الاشياء اللي نحن كبيناهم بفتره، تطلع بالتنوره تقولي مين بعد بيلبس خلص تنوره تايباست، يعني كانت تكون تنوره لو ويست تقولي ولا ممكن يرجع يدرس يدرج اللو ويست، يعني اقل شيء الهاي ويست كنت تتركيه. عم نشوف الصوره الثانيه قد ايه دارج هيدا الستايل بالسكيرتس، وتكوني لابسه توب طويله فوقها، يعني رجع درج هيدا التقسيم باللبس، الاشياء اللو ويستد والتوب تكون طويله بوقت اللي صار لنا سنين عم نلبس هاي ويستد مع كروب توبات. صح. يعني هذا الترند هيك بطريقه سريعه عم نرجع نحكي عنه، دارج كمان مع البليزرز التوين ساتس. بهيدي الصوره عم نشوف مكتوب دراما ات ذا باك، لانه دارج السنه انه يكون في حركه بالظهر بالاوتفيتس اللي انتم بتلبسوها بالاعراس بالحياه المناسبه عندك اياها بالكروب توبس، حتى يكون من قدام ناعم وعلى طول في طول بالقماش من ورا درج فتره هيدا الشيء، بس ما كثير حسيت انه في عنده هيك اخذ درج بفساتين الكوتير. كنت بلشت تشوفي قصير من قدام، زهير مراد نزل هيك كولكشن انه الفستان يكون قصير من قدام وطويل من ورا. انا ما كنت كثير حب هيدا الترند، كنت لاقيه
بيأثر الشخص لو قد ما كان طويل. ما بعرف ليه انا على نظرتي يعني كنت شوفها، كنت شوفها هيك يعني ما كنت حبها، بس طريقه اللي درجه فيها السنه على التوبيت حلوه، انه التوب تكون من ورا فيها حركه طويله وقصيره من قدام، هيدي بتعطي مدى للجسم. بس اذا كنت لابسه مثلا جينز اذا اخذتيها حلو. انا صراحه ما حبيتها كمان مثل ما قلت بالاشياء الرسميه، يعني في فتره كمان درجه البليزر تكون طويله وقصيره ما حبيتها، بس بحس انه بالاشياء هيك الهدله او الكاجوال بتطلع حلوه، يعني اذا جينز إيه؟ تلبس التوب ومن ورا طويل طويله ومع صندال وتكون لبس جينز قد ايه بيعطي ستايلش لوك كثير، او شورت جينز وهيك بتطلع حلو. بتطلع حلو. انا عطيني اوكي. اخر صوره رح نحكي عنها اليوم الاشياء من الاشياء اللي دارجه، رجع البايات ورجع بطريقه كثير قويه، وكل انواع البايات والميتاليك فابريكس والاشياء اللي بتلالي الميتاليك اللي هي القماش الحديد اللي عم نشوفها شوي، اللي مرات بيكون فيها شارفسكي او مرات بتكون قماش بس هيك من متل مش ميتاليك، وشير دارجه كثير بالكوتير، شفنا برادا كثير عامل هالفساتين المتل وير شوي، وتلبسي انت تحتهم الكراب والشورت اللي انت بدك اياه، او السيكوين دريسز اللي كلنا ضبضبناهم وضحكنا كيف كنا نلبسهم، البليزرات اللي فيها هيك لمعه كثير قويه، رجعوا درجوا هلا هالسنه كل البايات رجع يتنزل ويرجع هيك ينلبس مع كات اوت. بس بتخيل انه هلا هيدا الموسم انه يدرج البايات شيء حلو، قبل ما كنت انا احبه، بس هلا صرت عم حس انه صرنا نحن نعرف كيف نلبسه. صح مزبوط. يعني طلعت شيب شوي قبل، هلا صار هيك صار له ستايل يلبق له. بحبه اكثر شيء بالبارتي دريسز، يعني الفساتين القصيره هيك اشياء مهضومه ممكن يطلع حلو. مزبوط. خلصنا؟ خلصنا. كثير حلوين الصور شانتال، وعن جد انه الحلو انه فينا نستفيد من كثير اشياء ديجا موجودين عندنا ونعمل لوكات مهضومين لهالصيفيه. ميرسي شانتال، شوفيك انا نقلها رد نهار الاحد.